FM. الكلمة ليك. في عهد الترويكا معناتها أما خير الوقت تويكا في المفاوضات ولا وقت الترويكا وإلا وقت ما قبل ما قبيل الترويكا؟ بالله تعطينا رأيك معناتها في المفاوضات، معناها أنهي أشدها عسرا وأنهي أشدها تعبا بالنسبة للقطاعات وبالنسبة للمطالب؟ لا هو في الأشد كلها كيف كيف بالعشرة، خطر المفاوض كل مرة يلقاها عقبة، ثم العقبات الإيديولوجية، ثم عقبات الخبرة، ثم ناس ما تعرفش تفاوض وكانت تتحدث مع عباد هابطة من كوكب آخر عمرها ما عندهاش تجربة في المجال في الدومين هذه، وثم ناس تفاوض وهي مسلحة بكل أسلحة العراقيل. دونك كل ظرف وصعوباته، ولكن الاختيار ياسر هو أنه ثم حاجة واحد الناس كل هو أنه مذبهم كل واحد يبتكر ويبتدع سلوب لتعطي المفاوضات. واحد يقول لك المصلحة الوطنية، واحد يقول لك خلي الحكومة تخدم، واحد يقول لك أنا في مرحلة انتقالية والبلاد على شفاهاوية وأنتم وهبيتوا البلاد غنيمة، كل واحد يستخدم. أما الخطاب وين تنوع وتبدل والصعوبات وين تبدلت وتنوعت. أيوة. أما الأخطر وأصعب مفاوضة هي مع من لا يفهمك، اللي لكن ما داخل وما تتحدث مع كما قلت لك مع كانك مع ناس من كوكب آخر. ساعات اللي المفاوض الصعيب اللي يعرف وفاهم على الأقل أنك تنجم تفكك خطابه وتفهم شنية وراه وعلاش يعطل وعلاش ما يعطلش، أما اللي ما يفهمكش هي المشكلة. ولقينا صعوبات في فترات التعليم ما يفهمكش خلاص. واللي ما وصلنا مثلا في آخر عهد حكومة التكنو التكنوكرات جماعة هذوما يوصلوا لي يقول لك اخويا احنا خارجين ما يهمناش برا، تحب تعمل ضرب منك لا، تحب تعمل كذا شيخ رجل امورك. وصلنا لدرجة من اللامبالاة، معناها حكومة جمعة كانت لا مسؤولة في الجانب هذا في اخر عهدها، وصلت الى الحد نتاع انه هذه تونس كانها كيما كلي خارج من دار الكراء. دونك يسيب الماء على الاخر، يسيب الضوء، يخلي الحيوط بخارب ما يهموش، كي يجي مولاها مولا الدار بلي يلقاها باش يقبلها، ما هو كره انه مش خاسر خارج. الكلمة ليك.